هاي. بوزة الساندويتش هي أحد أنواع البوزة التجارية الموجودة بعدة بلدان حول العالم، بس مصدرها الأول هو الولايات المتحدة الأمريكية اللي بتحتفل فيها باثنين آب من كل سنة. بدأ بيع هالنوع من البوزة بنيويورك سنة 1800، وبوقتها كانت البوزة تنحط بين ورقتين. سنة 1899 في مقال صحافي حكي عن هالساندويتش: تم استبدال الورق بالكيك بوقت لاحق قبل ما يحل البسكوي محلها. شهرة هالبوزة خلتها تتحول من حلوى رخيصة على الطريق لبوزة غالية تتقدم كمان بأهم المطاعم، وانتقلت هالحلوى على غير بلدان مثل أستراليا، إيرلندا، سنغافورة، أوروغواي، إيران، يلي استوحت منها بالبستاني إنوني، وهي بوزة بطعمة الزعفران والموارد بواسط طبقتين ويفر مغطسة بالفستق الحلبي. مين قال إنه نسخة فيتنام من الآيس كريم ساندويتش معروفة ببان مي كاب كام، وهي طبقتين من الخبز مع بوزة بالنص؟ أنا قال. شوفكم بكره.